طيب نشوف المؤتمر الصحفي للكابتن سامي الجابر. دون أدنى شك أن مباريات الاتحاد والهلال دائما ما تكون مباريات تختلف كثيرا عن باقي المباريات. في السنوات الأخيرة يمكن تقريبا 10 سنوات الأخيرة أصبح الكلاسيكو المنتظر مو فقط في السعودية، في الخليج، في منطقة الخليج أو على مستوى العرب، أصبح الحديث دائما ما بين الهلال والاتحاد اللي دائما ما تعكس المباريات صورة حقيقية الكرة السعودية، نظر لوجود نجوم كبيرة. إنه ما في شيء اسمه لاعب مسجل مركز باسمه، لا إحنا عندنا ولله الحمد منظومة في نادي الهلال لاعبين على فكرة عالية ويعرفون متى ما كان زميله في نفس المخانة متواجد في أرض الملعب سيكون الدعم من الخارج قبل ما يكون دعم المدرب أو ده. وحتى بالنسبة لمن سيكون جاهز ومن سيثبت لي في التمارين وعطاء في المباريات متواصل بانسجام وبعطاء واحد أكيد حيكون هو المفضل دائما في الملعب، لكن عندي كتيبة من اللاعبين أتشرف بأن أكون مدربهم على مستوى عالي جدا، أولا من الانضباط والمستوى الذي يحتار أي مدرب بأن يختار التشكيلة المناسبة دائما في نادي الهلال. نعرف أن هناك لاعبين أيضا مصابين سيحتاجون لفترة في التأهيل، منهم من عاد زي عبد العزيز الدوسري، منهم من سيتم تأهيله والعودة زي عبد اللطيف الغنام وياسر القحطاني ويحيى مسلم وأيضا أسماء يمكن ما يحضرني الآن، لكن عندما يكتمل هؤلاء اللاعبين في عطائهم سيكون بالنسبة لي شيء صعب جدا اختيار ال11 لاعب من سيبدأ المباراة.